مرحبا، معكم دينا أخصائية التغذية من جولد جيم عبدون. اليوم الفيديو مخصص للأشخاص اللي عندهم سكري والسكريين. كثير أشخاص بس تشخصوا سكري بيحكي لهم الدكتور بدنا نحسب جرعات الإنسولين عن طريق إشي اسمه كارب كاونت. فاليوم بدي أشرح لكم شوي شو هو الكارب كاونت. بداية، الكارب كاونت أو حساب الكربوهيدرات هي طريقة علمية بنحسب فيها كمية الكربوهيدرات وهي الكمية كم وحدة إنسولين بدنا ناخذ عليها. وهون بيجي دور أخصائي التغذية. أهم فوائد الكارب كاونت إنه هو بيساعد على انتظام السكر بالدم وبيقلل كثير من حدوث الهبوطات والارتفاعات الشخص المصاب بالسكري. كمان بتعطي الشخص حرية أكثر إنه هو يختار أنواع النشويات اللي بفضلها. هلأ كثير بيسألونا إنه أنا بدي أمشي على كارب كاونت، كيف بقدر أحسب الوجبة اللي قدامي قدي فيها نشويات؟ هلأ هاي الحسبة ممكن نتعلم أكثر من طريقة بناء على كل شخص شو بيناسبه، بس إحدى الطرق هي قائمة البدائل. قائمة البدائل فيها مجموعة النشويات، فيها أكثر من نوع من النشويات، مثلا نص رغيف خبز منبدلها بثلث كوب أرز، منبدلها بنص كوب ذرة. الطريقة الثانية هي الميزان، بمسك القطعة اللي معي من النشويات بحطها على الميزان، وهذا الوزن اللي بطلع بدخله على الموبايل أبليكيشنز وبشوف قدي فيها جرامز من الكربوهيدرات. ثالث طريقة هي النيوتريشن فاكت أو الملصق الغذائي اللي بيكون موجود على الأشياء اللي نشتريها من برا، بس منشوف قدي فيها من النشويات. قاعدة عامة، كل 15 جرام من الكربوهيدرات بنعطي عليها وحدة إنسولين، وطبعاً هاي الحسبة ممكن تفرق من شخص للتاني بناءً على حساسية الإنسولين عند الشخص. مرحبا، أنا ألاء أخصائية التغذية من جولد جيم. بما أننا بشهر التوعية عن مرض السكري، رح نعطيكم شوية نصائح وإرشادات بتخص مرضى السكري. رح نبلش أول شيء بأهمية الألياف لمرضى السكري. الدراسات والأبحاث الجديدة بتفرجي أنه استهلاك كمية عالية من الألياف، تقريباً 25 جرام إلى 35 جرام يومياً، بتقلل من احتياج المريض للأنسولين، لأنه الألياف بتعمل دور بأنها بتقلل من مستويات السكر بالدم. في شغلتين لازم ندير بالنا عليهم في حال رفعنا من استهلاكنا من الألياف يومياً. أول شغلة لازم نعلي الألياف بشكل تدريجي مش مرة واحدة، لأنه إذا بنعليها مرة واحدة ممكن تعمل لنا بعض المشاكل بالأمعاء زي الشعور بعدم الراحة أو الغازات في الأمعاء. ثاني شغلة لازم ندير بالنا منها هي شرب المي، لازم نزيد من شرب المي خلال الفترة اللي بنعلي فيها الألياف، لأنه ممكن ارتفاع الألياف تأثر بشكل سلبي على امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل المعادن. من أهم الأغذية اللي بتحتوي على الألياف الخضروات، الفواكه والحبوب الكاملة، بس بدنا نتأكد إنه ناخدها ضمن احتياجنا، وهذا الشيء بيتغير من شخص للتاني. أنا تالا، اليوم رح أحكي عن الأسباب اللي بتؤدي للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. من أهم هاي الأسباب التقدم بالعمر، الاستعداد الجيني الوراثي، نمط أسلوب الحياة الغير صحي والقليل بالحركة. بس من أخطر العوامل اللي بتؤدي للإصابة بهذا المرض هي السمنة أو مؤشر كتلة الجسم الأكثر من 30. كثير من الدراسات لقت إن الأشخاص اللي بتعاني من السمنة معرضين للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني 6 أضعاف الأشخاص الأوزانها طبيعية. كمان دراسات لقت إنه من 60 ل80% من الأشخاص اللي بتعاني من السمنة والسكري النوع الثاني قدروا إنه ينزلوا من وزنهم من 11 ل15 كيلو جرام، تراجعت عندهم مستويات السكر بنسبة كثير كبيرة، وفي كمية كبيرة من الناس قدرت تتخلص من المشكلة نهائيا. عشان هيك للأشخاص اللي بتعاني من السمنة كتير ضروري إنه ينزلوا من وزنهم مش أقل من 5 ل10% من الوزن عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، حمية محسوبة السعرات الحرارية، وممارسة الرياضة مش أقل من 30 دقيقة 3 مرات بالأسبوع. أنا أسي رح أحكي عن أهمية ممارسة التمارين الرياضية بالنسبة لمرضى السكري. أثبتت الدراسات إنه ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم بتساعد على الحفاظ على نسبة سكر الدم بمعدلاته الطبيعية، لأنها بتزيد من حساسية الخلايا لاستقبال الأنسولين. كمان الرياضة بتساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع مستويات الكوليسترول النافع، وبالتالي بتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية. بتمنى تكونوا استفدتوا، وبتمنى الصحة والسلامة للجميع.